مقابلة صعبة، حنا كنمروا بواحد المرحلة صعبة شيئا ما، لكن إن شاء الله بالدعم ديال الجماهير وخصنا حتى حنا كلاعبين نفيقوا إن شاء الله ونقوموا بواحد مقابلة كبيرة، لأن عندنا فرصة أخرى باش نتصالحوا مع الجماهير الرجوية ديالنا، هما دائما كيساندونا وكيدعمونا، وخير دليل على ذلك المقابله الاخيره ضد المغرب فاسي، فالجمهور اللي حضر ساندنا من الدقيقه الاولى حتى الاخيره، وحنا عارفين بان الجمهور الرجاوي كتهمو المقابله ديال الديربي بشكل كبير، فندخلوا ان شاء الله باش نحقق واحد النتيجه ايجابيه ان شاء الله، باش نحاولوا نفرحوا على الاقل الجمهور الرجاوي. انا اللي نقدر نقول لكم ونهضر على راسي شخصيا، ف الحمد لله الهدف اللي جيت به للرجاء البيضاوي ما كانش من اجل المال، كان من اجل الالقاب، الحمد لله تحقق هذا الشيء. الا شرطي انت في هذا الشيء اللاعبين انا ما عنديش عين بهذه، وبامكانك تسول بودريقه، فالحمد لله من اول نهار جيت للرجاء ما عمري لقيت شي مشكل مادي ولا لحيت على المسائل الماديه ديالي.